السلام عليكم برادرز و سيسترز، زيد كيفاش ندير فلوغ اصاحبي عبيط فلوغ. عرفت اليوم تلاقيت مع واحد البرادر راه كان معنا في اللايفات سميتو انس، هو واحد انسان فهمتي غامض ما باغيش يبان. المهم غادي يكون المصور ديالنا اليوم. اليوم فين جينا اخي انس؟ قول لهم قول لهم كان يسك ولا السكي في دبي؟ صافي جينا السكي ديال دبي فهمتي، نبينوا لكم من بعد شنو كاين الداخل. صافي خلصنا كل شيء، دابا غادي نجي نلبسوا اللبسه. انت قلت يكون البرد يكون الثلج، تقدر تزلج، تقدر دير بزاف د اللعيبات. المهم ليتس جيت تو ات، ويلا يلا ليتس يلا ليتس تشينج. لبسونا القفازات دابا. انت دير انس يدير السنوبورد، يمشي يلبس اللبسه، غادي هذاك الشيء ديال التزلج. نرونو نرونو، وكاين واحد المفاجاه، كاين لكم واحد المفاجاه. يا سيتي كبير القدمي نسينا اخويا شو علاش نبقى حافظ على القياس ديال الرجليه؟ ممكن فوق 40 شي حاجه. دابا في خبارك انت واش ديما 42؟ انت شحال؟ انت ديما 42 من الليسي. ولكن واش مثلا لا ماركه اخرى كتبدل؟ ديما كنلبس هاد الماركه، ما عمرك كنلبس ماركه. ايوا راه داك الشيء صافي. انت نايك مثلا اديداس كتجيني مره 41، نايك 42 ديبيند. احنا والله ناضي الفلوق نسيت الفلوق. سمعوا لي يا خوتي، حنايا طلعت لينا دبي في راسنا يا خي انس، كتعرف حنا رجال الاعمال باش نبقاو متعذبين. طائره بيزنس كلاس، واحنا دابا في سويسرا جبال الألبس. وريهم وريهم اخويا. يا سلام واحد المتزحلق اللي قصوره انا كيدخل فينا. اي فوالا. المهم هادي هي سكي دبي اخوتي، صافي زوينه. انس غادي يدير هاد الشيء التزحلق مع هو خبير. كنتي كتزلج في سويسرا؟ تزلج فهمتي. انا مبتدئ، انا مبتدئ اخويا، غنبقى ندور فهمتي، نلعب بالثلج، ندير داك السنو مان فهمتي. صافي هذا هو الحد ديالنا. يلا ليتس انجوي ليتس جو. الفلوق نسيتكم، وير باك. انس كان كيدير التزلج على الجليد. انا حيت مبتدئ ما قديتش ندير، خاصني ندير كلاسز ياك ولا شي حاجه. المهم ما علينا، انا ندير ديك اللعاب ديال البسيطه. جرب هذيك، جربوها كيخليك في الرويضه وكيلوح. يلا نجربوها. خاصنا نديرو المحتوى باش نديرو الادسنس وباش نزيدو نديرو الرفاهيه وباش يسمعونا الامارات. الله يسمعو. يلا هاد اللعبه ليله، اجي ريح اخي انس. طلع طلع لقدام باش نصورك. يلا لوحنا لوحنا للمصير ديالنا. شنو الراي ديالك اخي في هذه المدينه الثلجيه اللي كاينه في وسط الصحراء؟ والله الا رحنا سويسرا. حنا دابا في وسط الصحراء متزلجين وعايشين الحياه. يا سلام. ثانك يو. موبايل موبايل تليفون تليفون. كان يمشي لنا، كان شي بلاد اخرى وكان راه طب ليك عليه. كان يمشي لنا. اش بان لك نمشيو نضربوا الهوت شوكليت؟ هوت شوكليت. علاش كنهضر بالخليجي؟ شفت هذاك الخليجي دغيا شلون جيت. صافي نمشيو دابا. شنو نديروا انس؟ الله يظلنا. نشربوا شي حاجه سخونه. نشربوا هوت شوكليت في مدينه ثلجيه في وسط الصحراء. يا سلام الحلاوه دي، معجزه. ثانك يو فيري ماتش. دابا جينا شنو معجزه اخرى؟ قهيوه في وسط مدينه ثلجيه. شنو ما محل هذه البلاصه من الاعراب اخي؟ واش هادشي حلال ولا حرام؟ اخويا ان شاء الله حلال. نتمنى يكون حلال. ناخذوا لنا هاد الشوكليت السخون في هاد الاجواء البارده. يا سلام يا سلام اخي انس. ثانك يو. اجي بو انس اجي. سير سير، هذه خاصة نخبك. نخبك يا غلام. بنين ولد الحرام، لا بنين.
انتوما الساموراي عيش الحياه. صاحبي لي مول تبارك الله عشنا حتى شفنا الناس كيدوروا بلي فاليز هنا. انا صحاب لي كاين شي بوابه ديال مطار دبي ولا شنو هادو اخي انس؟ علاش كيدوروا بلي فاليز؟ حيت هادو اغنياء لواحد الدرجه ما كيهزوش السيكل، ماشي بحالي وبحالك السيكل. لا لا، فاليز كدور بها كتدي لوي فيتون كتشارجي بها سد وجر لي بس ساعة الكرم ما شيء جميل، وانت عيال الكرم وعيال طيب عليكم زود هالاعمار. فيلاج ان شاء الله تشري شي دويره ان شاء الله. سعر مناسب صراحه، نقدر من اليوم نشريه، ولكن عندي شي فلوس محبوسه في امريكان على ود التهرب الضريبي وداك الشيء. يا بس خطره باغي ترجع تما. ولكن كل ما كانش داك الشيء دابا الشيك واحد ون سير بس وقت قبل ما تجي لك المبنى وضعينا فينا نزلوطين. نصحك بديل الرمان والأوريجينال هادي خوتي ألد 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 حاجة بحياة فروزن يوغرت ديال بيك بيري، راه ما يمكنش حل البنين. وأناس اليوم غادي تثبت النظرية ديالي. واش ناخدو سطل؟ كاين واحد سطل؟ ما عرفتش أنا اللي عجبك. وان سكند. How much is the bucket? How much is the bucket? Can we have a mix? ناخذ سطل. يلا سطلو. ناخذ سطل. واش ليك ما كبير بزاف؟ ولكن راه احسن من ما تاخذ. How much was one medium? انتم مستعدين باش تقصيو معانا؟ انس واش واجد؟ واجد. سطل ديال ياوور ألد حاجة في الحياة، 70,000 كالوري اليوم. هذا فروزن يوغرت، هذا النكهة الرمان، وهذا الأوريجينال. بسم الله انت الأول. أجنبي ميكسي ليا داكشي. اللي زابوني تحيه ليه. شنو الراي ديالك؟ وما تجاملنيش، ما تكذب. لا بحال لا كلاص، بحال داك بيرلي. راه ما يمكنش هادشي حقيقه اصاحبي. انا راه فيا الكحبه دابا ولكن ما سوقيش. شحال هذا دابا؟ 50 درهم 115 دولار، المهم 12 اورو تقريبا. 12 اورو زيادة، حيت راه يبقى لك سيمانة. راه حنا دابا نساليو اليوم.